أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل في شابتر 6، هنتكلم عن الميكروبيال جروث أو النمو الميكروبي. لما أقول كلمة نمو ميكروبي، نمو ميكروبي بمعنى زي ما أنا أتكلم عن النمو السكاني. شو يعني النمو السكاني؟ هو زيادة في عدد السكان. لما أقول ميكروبيال جروث أو النمو الميكروبي، هو زيادة في عدد الميكروبات. ميكروبيال جروث، نمو الميكروبي، هو زيادة في عدد الميكروبات. يبقى المصطلح ميكروبيال جروث، النمو الميكروبي، هو increase in number of cells، هي زيادة في عدد الخلايا، زيادة في عدد خلايا البكتيريا. مثلا لما نقول بكتيريال جروث، increase in number of bacterial cell، أو زيادة في عدد الخلايا البكتيرية. not cell size، وليس زيادة في الحجم. أنا لما أقول البكتيريا نمت، نمت يعني زادت في الحجم، وليس زادت في، عفوا، زادت في العدد وليس زادت في الحجم. لكن لما نقول الإنسان نمى، نمى هو طفل صغير كبر، هذا بصير زيادة في الحجم. لكن لما نقول ميكروبيال جروث، نمو ميكروبي، هو زيادة في عدد الميكروبات. بكتيريال جروث هو زيادة في عدد البكتيريا وليس زيادة في الحجم. هناك في متطلبات لنمو البكتيريا. خلينا ناخذ، بس قبل ما نتكلم عن المتطلبات الكيميائية والفيزيائية، خلينا اخذ مثال. مثلا البكتيريا لما يصير فيها زيادة في عدد البكتيريا في القولون، مثلا الشريشة كولاي، مثلا البكتيريا اللي موجودة بشكل طبيعي، البكتيريا النافعة، البكتيريا النورمال مايكروبيوتا التي تتواجد في القولون بشكل طبيعي. لما أقول إنه هي صار في عندها نمو زيادة، يعني زيادة في عددها. لما يكون في عندها نمو ناقص في النمو، نقص في النمو يعني نقص في عددها. فالزيادة والنقصان مش مطلوبة كمان في النورمال فلورا والنورمال مايكروبيوتا. كمان في الباثوجينيك بكتيريا والبكتيريا الممرضة، كل ما زاد نموها، يعني كل ما زاد عددها، كل ما زاد خطورة المرض أكتر. فبالتالي لما نقول ميكروبيال جروث، نمو ميكروبي، بكتيريال جروث، نمو بكتيري، يعني زيادة في العدد. في عندي بعض المتطلبات عشان يصير في نمو زيادة في عدد البكتيريا. The requirements for growth، المتطلبات اللازمة لعملية النمو، لعملية زيادة الخلايا البكتيرية. طب هو سؤال، كيف يعني بتزيد عدد الخلايا؟ الخلايا هذه، خلايا البكتيريا، بتنقسم. يعني الخلية تنقسم إلى خليتين، والخليتين كل واحدة منهم تنقسم إلى خلية، بصيروا قديش؟ 4. بعدين كل واحدة منهم بتنقسم إلى خليتين، بصيروا 8. بعدين بصيروا 16، بعدين 32، بعدين 64، بعدين 128، بعدين 256، وهكذا. هذا بسموه النمو البكتيري، يعني الخلية عمالها بتنقسم لتعطي أعداد أكبر. فمن أهم المتطلبات اللي هي درجة الحرارة. يبقى لازم أنا عشان بدي أنمي ميكروب معين، لازم أوفر له درجة حرارة معينة. وعشان البكتيريا الممرضة تدخل جسم الإنسان، لازم يكون درجة حرارة معينة. لما البكتيريا بدي أعمل العملية تخمر في المختبر، لازم أنا أضبطها عن درجة حرارة معينة. يبقى درجة الحرارة مهمة جدا، لازم تتوفر للبكتيريا عشان تعمل عملية النمو، تنمو البكتيريا، أي تزداد في العدد. فعندي مصطلحات على التمبريتشر. المينيمم جروث تمبريتشر يعني درجة الحرارة الدنيا. ايش يعني درجة الحرارة الدنيا؟ مينيمم جروث تمبريتشر يعني هي درجة الحرارة الاقل اللي عندها بصير فيه نمو. يعني اقل درجة حرارة بصير فيه عندها نمو، اقل من هيك بصيرش نمو. يعني اقل درجة حرارة يحدث لها للبكتيريا نمو، اقل من ذلك ما بصيرش نمو. كمان في عندي الماكسيمم جروث تمبريتشر، هذه درجة الحرارة القصوى، يعني أعلى درجة حرارة بصير عندها نمو للبكتيريا، أعلى درجة حرارة بصير نمو للبكتيريا، هذه أعلى درجة حرارة بصير نمو للبكتيريا. يعني عند هذه الدرجة بصير نمو، لكن بعدها أكثر من هيك ما بصيرش نمو للبكتيريا.
لكن في عندي مصطلح اوبتيمم جروث تمبريتشر، يعني درجة الحرارة المثلى أو المثالية، درجة هي درجة الحرارة اللي عندها بكون أحسن نمو، أكثر انقسام للخلايا البكتيرية. اوبتيمم جروث تمبريتشر هي درجة الحرارة المثلى أو المثالية اللي بكون عندها أحسن نمو للبكتيريا، يعني الخلايا البكتيرية تنقسم وتتكاثر عند هذه الدرجة أحسن من غيرها. طب هل سؤال، هل درجة الحرارة المثلى أو المثالية لكل نوع من أنواع البكتيريا نفس هذا سيم يعني؟ يعني مثلا خلينا نقول بكتيريا الإشاريشيا كولاي درجة الحرارة المثلى عندها إلها 37 درجة مئوية اللي هي درجة حرارة جسم الإنسان، هل كل البكتيريا نفس الشيء؟ لا، الجواب لا، حسب نوع البكتيريا، حسب نوع البكتيريا. مثلا بكتيريا بتعيش في الطيور زي السالمونيلا تايف ميريام، بتعيش في الطيور، درجة حرارة المثالية للطيور هي 42 درجة مئوية وليس 37. بنلاحظ انه هذه البكتيريا اللي بتعيش في الطيور هي افضل درجة حرارة الى 42 درجة مئوية وليس 37. طيب درجة الحرارة المثلى أو المثالية للبكتيريا الممرضة، للباثوجينيك بكتيريا، للباثوجينيك بكتيريا شو هي؟ ما دام هي باثوجينيك بكتيريا يبقى بتعيش في جسم الإنسان، ما دام بتعيش في جسم الإنسان يبقى درجة الحرارة المثلى هي إيه؟ هي 37 درجة مئوية، يبقى درجة الحرارة المثلى أو المثالية للبكتيريا هي 37 درجة مئوية. أعطيكم مثال مر معنا قبل هيك لما حكيت لكم عن بكتيريا المايكوبكتيريوم ليبرا اللي بتسبب مرض السل، عفوا بتسبب مرض الجذام الليبروسي. هذه البكتيريا بتعيش في حيوان اسمه الناين باندد أراميدلو، المدرع الأمريكي، وقلنا أيامها إنه المدرع الأمريكي درجة حرارته 35 درجة مئوية. يبقى هذه البكتيريا عشان بتعيش في المدرع الأمريكي، بتعيش في هذا الحيوان اللي درجة حرارته 35 درجة مئوية، فإنه درجة حرارتها المثالية هي 35 درجة مئوية. وأمثلة كتير في الطبيعة ممكن إحنا نتكلم فيها، زي البكتيريا بتعيش في الينابيع الساخنة المثالية لها بتكون عالية، في بكتيريا بتعيش في الثلاجة بتكون درجة الحرارة المثالية لها تكون إيه في الثلاجة، وهكذا. يبقى درجة الحرارة المثالية بتختلف من نوع إلى آخر من البكتيريا. الأوبتيمم جروث تمبريتشر درجة الحرارة المثالية هي ايش؟ هي درجة الحرارة اللي بكون عندها أحسن نمو، هي درجة الحرارة هي اللي بكون عندها أفضل نمو، أكثر انقسام للخلايا البكتيرية. هنا في خمس مجموعات للبكتيريا قسموها بناء على احتياجها لدرجة الحرارة، يعني البكتيريا هل تحب درجة الحرارة العالية، تحب المنخفضة، المتوسطة، فقسموا البكتيريا إلى خمس مجموعات. المجموعة الأولى من البكتيريا اسمها سايكروفايلز، سايكرو معناتها بارد، فايلز معناتها إيش؟ محبة للبرودة، بتبدأ من عند ناقص 10، المينيموم ناقص 10 والماكسيموم 20، يعني أكثر من 20 بتنموش وأقل من ناقص 10 ما بتنموش، بتنمو وين؟ ضمن هذا الرينج اللي هو من ناقص 10 إلى 20. الأوبتيمم بتكون أعلى نموها هي في هذه النقطة، لو نزلت أنا عمود بتكون مثلا 15، يبقى الأوبتيمم إلها أوبتيمم تمبريتشر درجة الحرارة المثلى اللي بتكون تقريبا 15 درجة مئوية. المجموعة الثانية سايكروتروف التي تعيش على درجة الحرارة الباردة وليست المحبة، يعني هي مش هيك خيارها، وخيارها لا تكون أعلى من هيك، لكن عشان هيك بسموها سايكرو تروف، هي البكتيريا التي تعيش في الأوساط الباردة اللي هي المينيمم درجة حرارة الصغرى هي 0، وأعلى درجة حرارة اللي هي الأوبتيمم 30، عفوا الماكسيمم 30، المينيمم 0 والماكسيموم 30. بنلاحظ الاوبتيموم اعلى نقطة لهذه النقطة، اعلى درجة حرارة اللي هي درجة حرارة المثلى اللي عندها بكون اعلى نمو. لو نزلنا عمود حلاحظ انه في تقريبا 22، فبتكون 22 درجة مئوية هي درجة الحرارة المثلى اللي عندها بكون اعلى نمو اللي هو السايكروتروف. المجموعة الثالثة اللي هو الميزوفايلز اللي هي محبة لدرجة حرارة المتوسطة.
المينيموم عندها درجة حرارة الدنيا 10، الماكسيموم تمبريتشر درجة حرارة العليا أو القصوى اللي عندها أكثر من اللي هو 50، أكثر من 50 لا يوجد نمو. فالأوبتيموم تمبريتشر درجة حرارة المثلى لو نزلنا عمود من هنا بنلاحظ انه حتكون وين؟ عند تقريبا 40 او 41 درجة مئوية، هذا بيكون درجة حرارة المثلى للميزو فايلز. عفوا لو نزلنا هنا في عندي العمود، امشي 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 امشي، لا اقل من 40، تقريبا 37 درجة مئوية، 37 هذا الميزو فايلز اللي هي درجة حرارة المثلى إلها 37 اللي هو الميزوفايل أو محبة لدرجة الحرارة المتوسطة. ضمن هذه المجموعة تقع اللي هو بكتيريا الباثوجينيك أو البكتيريا الممرضة التي تسبب أمراض للإنسان. المجموعة الرابعة ثيرموفايلز المحبة لدرجة الحرارة العالية، المينيمم تقريبا 40 درجة مئوية، مينيمم تمبريتشر، مينيمم جروث تمبريتشر، أقل درجة حرارة ينمو عند هذا النوع اللي هي 40، أقل من 40 لا تنمو هذه البكتيريا. الماكسيمم جروث تمبريتشر أعلى درجة حرارة يصير في عندها نمو اللي هي تقريبا 70، أكثر من 70 لا تستطيع هذه البكتيريا أنها تنمو. لو جينا ناخذ مثلا الأوبتيمم هلاحظ انه تقريبا 62 او 61 درجة مئوية، هذه درجة الحرارة المثلى عندها بتكون احسن نمو لهذه المجموعة. المجموعة الأخيرة اسمها الهايبر ثيرموفايلز المحبة لدرجات الحرارة العالية، المحبة لدرجات الحرارة العالية، هايبر هايبر عالي، ثيرموفايل المحبة للحرارة العالية، يعني المحبة للحرارة العالية هايبر ثيرموفايلز، ثيرموفايلز المحبة للحرارة، هايبر عالية المحبة للحرارة العالية، هايبر ثيرموفايلز. بلاحظ المينيمم درجة الحرارة المثلى تقريبا 65 درجة مئوية، والماكسيموم اللي هي 110 درجة مئوية هي أعلى درجة حرارة بتعيش عندها هذه البكتيريا، أكثر من 110 بتتحملش وأقل من 65 ما بتنموش. والأوبتيموم لو نزلنا عمود في أقصى نقطة فيها نمو حلاها تقريبا 94 أو 95 درجة مئوية الأوبتيموم تمبريتشر لهذه المجموعة من البكتيريا. يبقى البكتيريا تنقسم إلى خمس مجموعات: سايكروفايل المحبة للبرودة، سايكروتروف التي تعيش على درجة حرارة باردة، ميزوفايلز المحبة لدرجات الحرارة المتوسطة، ثيرموفايلز المحبة لدرجات الحرارة العالية، هايبر ثيرموفايلز هنا المحبة لدرجة الحرارة العالية جدا، هايبر ثيرموفايلز المحبة للحرارة العالية. هذه خمس مجموعات. سايكروتروف التي تعيش على درجة الحرارة الباردة grow between تنمو ما بين 0 إلى 20 درجة مئوية و أو من 20 إلى 30، أقل المينيمم 0 والماكسيمم 30 وما بينهم بصير في النمو. فهذه البكتيريا اللي بتعيش على هذه الدرجات هي اللي بتسبب كوز فود سبويلش، بتسبب فساد الأغذية، لأنه درجة حرارة الثلاجة تقريبا، الثلاجة مش الفريزر، الثلاجة بتكون ناقص 4 درجة مئوية، فبتقع ضمن الفترة ما بين 0 ل 20، فهي بتسبب كوز فود سبويلج، هذا بتسبب فساد الأغذية للبكتيريا اللي بتنمو في الثلاجة وبتعمل فساد في الأغذية، تنمو على الخضار والفواكه وإلى آخره. تقسيمة أخرى للبكتيريا مثلا على درجات حرارة مختلفة، بنلاحظ مثلا من ناقص 30 لعند 0، يعني من عند 0 لعند 30 تحت الصفر، no significant growth below freezing، لا يوجد هناك نمو يعني مؤكد أقل من درجة حرارة التجمد، أقل من الفريزنج، أقل من 0، no significant growth below freezing. لكن من عند 0 ل 10، من 0 إلى 10، هذه refrigerator temperature درجة حرارة الثلاجة، may allow slow growth التي تسمح لنمو، لكن هذا النمو بيكون بطيء جدا، تبقى على قيد الحياة بعض أنواع البكتيريا وتنمو بشكل بطيء. هذه البكتيريا فود سبويلج
اللي هي تعمل فساد الأغذية أو سبويلج بكتيريا، البكتيريا اللي بتسبب فساد الأغذية. very few pathogens، والقليل منها بكون منها إيه ممرض. من عند 5 تقريبا لعند 10 many bacteria survive، معظم البكتيريا تبقى على قيد الحياة. some may grow، والقليل منها ينمو. درجة الحرارة تقريبا من عند 15 لعند 50 درجة مئوية. هذا بسموه rapid growth، في هذا المكان أو في هذه درجات الحرارة بكون نموها إيه سريع. rapid growth of bacteria، نمو بكتيري سريع جدا. some may produce toxin، وفي هذه الحالة ممكن بعض أنواع البكتيريا المنتجة للسموم تستطيع عند درجة حرارة، هذه درجة الحرارة تنتج السموم. أعطيكم مثال، بصير عندنا في البيوت يعني مثلا إحنا بنعرف كلنا المفتول، لما يطبخوا المفتول وينزلوه عن النار بيكون فيه مكتل أو معجل، بروحوا بيعملوا إيه فرك إله بالإيدين الآن، وبعد هيك بغطوه عشان يضلوا سخن. إيش اللي صار؟ اللي صار إحنا لما دخلت إيدي في المفتول وحركته عشان الكتل هذه أفركها يعني، فأنا البكتيريا اللي موجود على سطح الجلد اسمها ستافيلوكوكس أوريوس، هذه بكتيريا نورمال مايكروبيوتا، ساكن طبيعي موجود على الجلد بشكل طبيعي. لكن في حالة ما هذه البكتيريا توفر لها ظروف بيئية معينة، مثلا درجة حرارة عالية، تستمر هذه درجة الحرارة ما بين 10 لعند 50 درجة مئوية، هذه البكتيريا اللي ستافيلوكوكس أوريوس تنتج سم بكتيري، بكتيريا التوكسين. هذا السم أثناء تناوله فبيعمل لنا مشاكل في الأمعاء، لكن هذه المشاكل لا تتجاوز 12 ساعة، تعمل دياريا، إسهال، وفوميتنج، تقيؤ أو نتج وإلى آخره. فعشان هيك ينصح بعدم استخدام الأيدي في هذه الحالة، لأنه زي الكباب مثلا لما يطلعوه من السيخ الكباب ويحطوه في الصحن بعدين يسلفنوه، أنت دخلت البكتيريا، وهذه البكتيريا اللي يستفيلو كوكس أوريوس بتنمو في درجة الحرارة، أنت ثبتت الحرارة، وبالتالي هذه البكتيريا تستطيع في هذه الحرارة أنها تنتج أو تنتج اللي هو البكتيريا التوكسين أو السم البكتيري. فعشان هيك لازم يضلوا مفتوح عشان درجة الحرارة تنزل وما تظلش مرتفعة، وبالتالي لا نسمح لهذه البكتيريا إنها تنتج هذا السم البكتيري وما يصيرش تسمم غذائي. عند درجة حرارة ما بين 50 ل 60 very slow bacterial growth، نمو للبكتيريا بيكون بطيء جدا من عند 50 لعند 60. أكثر من 60 temperatures in this range destroy most microbes، درجات الحرارة في هذه المعدل من 50 فما فوق بكسر معظم أنواع البكتيريا. بضل البكتيريا اللي ثيرموديوريك بكتيريا، اللي هي البكتيريا اللي تتحمل درجات الحرارة، يبقى معظم البكتيريا من عند 50 فما فوق بتتكسر بتتدمر، لأنه الإنزيمات والبروتينات تبعتها بتتكسر وبتتدمر، وبالتالي لا تستطيع إنها تنمو. نيجي لعامل آخر، the requirement for growth، عامل آخر محدد لنمو البكتيريا، بتحكم في نمو البكتيريا، ألا وهو البي اتش. شو يعني بي اتش؟ هي درجة الحموضة، أو بسموها اللوغاريتم السالب لتركيز أيون الهيدروجين ناقص لوغاريتم تركيز أيون الهيدروجين. درجة الحموضة مهمة جدا، يعني درجة حموضة الدم 7.2، درجة حموضة المعدة من 1 إلى 2، درجة حموضة الأمعاء قاعدية. فدرجات الحموضة كمان بتختلف في جسم الإنسان، يعني البكتيريا اللي بتحب تعيش في القولون غير البكتيريا اللي بتعيش في السلايفة في الفم، غير البكتيريا اللي بتعيش في الأمعاء الرفيعة إلى آخره. بالتالي درجة البي اتش مهمة جدا لنمو البكتيريا، لكن وجد إنه most bacteria grow between بي اتش 6.5 ل 7.5، وجد إنه معظم البكتيريا تنمو ما بين 6.5 إلى 7.5 درجة بي اتش. عشان نوضح أكثر، البي اتش أو درجة الحموضة تنقسم إلى 3 أقسام، من 1 إلى 7، هذه يعني 1 2 3 4 5 6 7، هذه حامضية أسيدك. عند 7 نيوترال، عند 7 متعادلة،
من 7 ل 14، يعني 7 8 9 10 11 12 13 14 الكلاين قاعدية. فبنلاحظ انه البكتيريا من عند 6 ونص، يعني اقل من درجة النيوترال بشوية، يعني 6 ونص حامضية و7 ونص قاعدية، يعني بتعيش ما بين الرينج ما بين 6 ونص الى 7 ونص، يعني 6 ونص، 6 و6 من 10، 6 و7 من 10، 7، 7 و2 من 10، الان 7 ونص. هذه معظم البكتيريا. هذا لا يعني انه البكتيريا بس موجودة هن، لانه في استثناءات. انا قلت موست بكتيريا، ما قلتش اول بكتيريا. موست بكتيريا جرو بتوين بي اس 6 ونص الى 7 ونص. لكن لو قلت اول بكتيريا هذا بصير العبارة ايه؟ خاطئة، العبارة خاطئة. ليش قلت موست بكتيريا؟ لانه في بعض البكتيريا بتعيش عند درجة حرارة قاعدية. على سبيل المثال الفايبريو كوليرا، الفايبريو كوليرا مرت معنا قبل هيك، اللي بسبب مرض الكوليرا، بتعيش عند درجة بي اتش ايه قاعدية، عند درجة بي اتش قاعدية. مثال اخر مر معنا برضو، الاتش بايلوري او الهيليكو باكتر بايلوري، اللي بسبب اللي هو البيبتيك ألسر، قرحة المعدة او الاستومك ألسر، هذه بتعيش عند درجة بي اتش حامضية اقل من 6 ونص، يعني بتعيش عند 1 و2 درجة بي اتش. البكتيريا اللي بتسبب اللي بتعمل المخلل البيكليكس، المخللات، مخلل الخيار والفلفل هذا البكتيريا بتعيش في اوساط حامضية، بتعيش في اوساط حامضية عندها اقل من 4 بي اتش. فعندي موست بكتيريا grow between بي اس 6.5 الى 7.5، معظم البكتيريا بتعيش ما بين 6.5 الى 7.5. مولز اند ييست، مولز معناتها الاعفان، العفن اللي هو الفطر الذي ينمو على شكل ايش؟ على شكل خيوط، عشان يسموها الاعفان، زي البنسيليوم، زي الاسبرجيلس، زي الريزوبيوم او الريزوبس عفوا، زي الريزوبس، زي الميوكر، زي الابسيديا، كل هذه فطريات بسموها مولز، عفان، التي تنمو على شكل خيوط، على شكل خيوط. اند ييست، وهذه الييست دي خمائر، تعتبر فطريات لكن تنمو على شكل ايه؟ خمائر، تنمو على شكل خمائر. grow between بتحبب او بتحبذ انها تعيش عند بي اتش من 5 الى 6، 5 حامضية و5.5 حامضية و5.9 حامضية و6 حامضية، يعني كأنه الفطريات بتعيش عند درجات بي اتش ايه حامضية، درجات بي اتش حامضية. في عندي الاسيدوفايلز المحبة لدرجات البي اتش الايه الحامضية، وكأنه يعني كلمة أسيد حامضي، فايل محبة، يعني المحبة للحموضة. أسيدوفايلز يعني البكتيريا المحبة للحموضة. grow in acidic environments، تنمو في بيئات ايه حامضية. grow in acidic environments، تنمو في بيئات ايه حامضية. أسيدوفايلز المحبة للحموضة هي بكتيريا grow in acidic environment، تعيش في درجات ايه الحموضة المنخفضة، يعني درجة بي اتش اقل من 7، زي البكتيريا اللي بتعمل المخلل، زي البكتيريا الممرضة اللي بتعيش في المعدة، زي اللي اسمها الاتش بايلوري او الهيليكوباكتر بايلوري، بتعيش في درجات حموضة قوية زي المعدة. العامل الثالث او المحدد الثالث في عملية النمو اللي هو الاوزمتك بريشر او الضغط الاسموزي، والضغط الاسموزي تكلمنا عنه شو يعني؟ لما نقول له هايبرتونيك انفايرومنتس، اذا كانت هذه البيئات عاليه التركيز، بيئات تركيز الملوحه والسكريات فيها عاليه، كيف يعني؟ لما قلنا انه الايزوتونيك سوليوشن المره الماضيه، المحلول الفسيولوجيكال سلاين او النورمال سلاين، هو ايش؟ هو 0.85 ان اي سي ال، لكن لو كان تركيز اعلى من هيك بنسميه هايبرتونيك انفايرومنت او هايبرتونيك سوليوشن، واذا كان التركيز الاقل من النورمال سلاين بنسميه هايبوتونيك سوليوشن او محلول منخفض التركيز. يبقى هايبرتونيك انفايرومنتس بيئات فيها وسط عالي جدا من الاسموزيه، هايبرتونيك اسموزيتها ايه؟ عالية، يعني تركيز المواد فيها عالي، يعني increase salt، زيادة في الملح المذاب في المية،
اور شوغرز او السكر المذاب في الميه، هذا اذا كان السكر كتير في الميه او الملح كتير في الميه بسميها هايبرتونيك سوليوشن، اذا كانت اكثر من 0.85 ان اي سي ال بيرسنت، ان اي سي ال اللي هو كلوريد الصوديوم. اذا وضعنا البكتيريا في اوساط عاليه التركيز مثلا محلول ملحي تركيزه مثلا ان اي سي ال 10% وحطينا هذه البكتيريا فيها، مش حكينا ايامها انه التركيز داخل الخلايا بكون اقل من تركيز خارج الخلايا، تركيز الماده المذابه، خذوا بالكم جوات الخلايا اقل من خارج الخلايا، شو حيصير في يعني الجهد المائي جوا ايه اعلى من الجهد المائي البرة، وبالتالي الخلايا حيصير فيها خروج لجزيئات الميه من داخل الخلايا الى الخارج، ايش حيصير في الخليه البكتيريه؟ حيصير فيها شرينكج او انكماش، وهذا الانكماش او الشرينكج يعني فقدان الميه، يعني خروج السائل، يعني الغشاء الخلوي الرقيق حيلحق مين؟ السائل، حينكمش عشان السائل عماله بيطلع برا، لكن الجدار الخلوي عشانه صلب مش حيتاثر وبالتالي حيضله مكانه، فبصير انفصال ما بين الغشاء الخلوي عن الجدار الخلوي، انسلاخ الغشاء الخلوي عن الجدار الخلوي، هذا ما يسمى بالبلازموليسيس او البلزمه. يبقى البلازموليسيس عند وضع الخلايا بشكل عام في محلول هايبرتونيك سوليوشن، محلول عالي التركيز، الميه او جزيئات الميه هتطلع من داخل الخلايا الى الخارج، ويصير ايش حاجه اسمها شرينكج او انكماش، خروج السائل، خروج السيتوبلازم الى الخارج، خروج الميه من السيتوبلازم الى الخارج، يؤدي الى انكماش الغشاء الخلوي وانفصاله عن الجدار الخلوي، هذا ما يعرف بحاجه اسمها البلازموليسيس او البلزمه. اكستريم اور اوبليجيت هالوفايلز، اوبليجيت هالوفايلز اوبليجيت اجباري، هالوفايلز المحبه للملوحه، يعني بكتيريا محبه للملوحه اجباريه، بتعيشش الا في درجات الملوحه العاليه، ما بتقدرش تعيش في درجات الملوحه ايش المنخفضه، هنا زي ريكواير هاي اوزموتيك بريشر، تحتاج الى درجه اسموزيه عاليه، تحتاج الى محلول ملحي عالي التركيز، ريكواير هاي اوزموتيك بريشر، زي البكتيريا اللي بتعيش في بعض البحار ودرجه ملوحه عاليه، وبحار اخرى مثلا زي البحر الميت درجه ملوحته اكثر واكثر، بالتالي هذه البكتيريا لا تستطيع الا ان تعيش في اوساط ملوحه عاليه، بسموها في هذه الحاله اوبليجيت هالوفايلز، اوبليجيت هالوفايلز المحبه لدرجه الملوحه العاليه اجباريه، يعني لو احنا جبنا البكتيريا هذه اللي بتعيش في درجه ملوحه عاليه وزرعناها في المختبر وما وفرناش لها درجه الملوحه، لا تنمو هذه البكتيريا الا في وجود درجات الملوحه. فاكلتيتيف هالوفايلز المحبه للملوحه اختياريه، بمعنى انه هي بتحب الملوحه لكن لو نمناها في وسط عادي بتنمو، هي بتنمو في وسط عادي، لو نمناها في وسط ملوحه ممكن ايه تنمو، هذه في هذه الحاله بنسميها فاكلتيتيف هالوفايلز او المحبه للملوحه اختياريه، عشان هيك بنقول توليريت تتحمل هاي اوزموتيك بريشر، تتحمل الضغط الاسموزي العالي، تتحمل درجة الملوحة العالية. يبقى بكتيريا مثلا ممرضة عرفنا معلومات عنها انها هي تتحمل درجات الملوحة العالية، لو احنا نمناها على اوساط عادية تنمو، لو علينا درجة تركيز الملوحة فيها سوف تنمو، وبالتالي هذا بنسميها فاكلتيتيف هالوفايلز او المحبة للملوحة بشكل اختياري، يعني بتقدر تعيش بملوحة وبدون ملوحة، هذا عشان هيك سميناها فاكلتيتيف هالوفايلز. هذه الصورة بتوضح عند وضع الخلايا في محلول متعادل التركيز لما يكون ان اي سي ال 0.85 يعني 85%، هذا سميناه المحلول نورمال سلاين او فسيولوجيكال سلاين، عشان ما بيصير فيه لا شرينكج ولا بيصير فيه حاجة اسمها سويلينج، عشان يكسفين الخلايا ضلت زي ما هي، لكن عند وضع الخلايا في محلول ان اي سي ال 10% محلول كلوريد الصوديوم تركيزه 10%، شو اللي حيصير؟ انه هذا السيتوبلازم في ميه، الميه هذه حتطلع
الى من الداخل للخارج، جزيئات المياه حتغادر السيتوبلازم، حيصغر السيتوبلازم، حينكمش الغشاء الخلوي اللي هو اسمه البلازما ميمبرين، وحينفصل عن مين؟ عن الجدار الخلوي. وهذا العملية اللي سميناها قبل شوي البلازموليسيس أو البلزمة. يبقى البلزمة عند وضع الخلايا في محلول عالي التركيز، وبصير جزيئات المياه تطلع من الداخل إلى الخارج إلى أن يحدث شرينكيج، انكماش للغشاء الخلوي وانفصاله عن الجدار الخلوي. هذا ما يعرف بالبلازموليسيس أو البلزمة. نكتفي بهذا القدر ونكمل المرة الجاية إن شاء الله تعالى.